Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita berada di Masjid Hajjul Haram, yaitu di dan akan mempersiapkan diri untuk mengikuti sholat Jumat. Oh, no.
هي التي تدفع الخطر الذي يهدد حياة أولادهم. ينبغي على ولي أمن الأسرة أن يكون يقظا متابعا مدركا لمسؤوليته، مبادرا في متابعة أولاده، يقضي مع أولاده الوقت الكافي لرعايتهم والاستماع إليهم والعيش معهم والاهتمام بهم وتبادل الحوار معهم ومواجهة مشكلاتهم وكل ما يشغل تفكيرهم. ينبغي تنمية الحب والاحترام بينهم والابتعاد عن العنف والإيذاء الجسدي والنفسي ما أمكن، وتجنب العنف والشدة والسهر، وتجنب السهر خارج المنزل. يجب ملاحظة أصدقائهم وجلسائهم وقرنائهم والحذر من قرناء السوء، فجليس السوء هو بيت الداء.